في واحدة بقى بتحبك جدا وهي طلبت انها تتكلم علشان تحييكي. مين دي؟ الكاتبة الجميلة اللي انا بموت فيها فاطمة نعوت. اهلا 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 يا دكتورة. اهلا بيك يا دكتور، اهلا بالجميلتين اللي معاك يا حبيبي. اسمح لي اقول لك ان حلقة النهاردة هي واحدة من اجمل قصائدك. الله يخليك يا رب ويبارك في عمرك. يعني انت يعني نيلي ولمياء عاملين حاله بهجه كده ونوستالجيا جميله مخليه الناس كلها فرحانه. لا ومعانا مين؟ معانا الاستاذ الرائع الدكتور. العفو العفو العفو، اتفضلي يا دكتوره. قول عايزه تقولي ايه لنيلي يا دكتوره؟ انا عايزه اقول لك يعني انا بحييك على الحلقه دي وبحييك على جملتك الجميله، الزمن الجميل هو حيث يكون الجمال. بالظبط كده، ملوش علاقه بالزمن. انت قاعد في حضرة الجمال الان، وبالتالي الان في هذه اللحظة هي تنتمي للزمن الجميل ايضا. هذه اللحظة يعني نيلي طبعا هي حالة نوستالجيا، انت بتديها نوستالجيا، هي حالة فعلا حالة فنية استثنائية. والمخرج العبقري طبعا فهمي عبد الحميد عارف يطلع الدرر الكامنة الكامنة فيها من الطفولة يعني. وانا مبسوطة جدا انك عملت المعدين عملوا المزج الجميل بين شريهان، وفرحانة قوي ان نيلي بتحاول تكلم شريهان. وبالمناسبة دي انا كتبت مقالة عن شريهان لما عادت اسمها العصفور الذي عاد، لان شريهان هذه الحالة الاستعراضية الجميلة مش عايزين ننسى كمان ان لها كان لها دور ثوري. انا سلام، برافو عليك يا دكتورة، والله كان لها دور ثوري رائع على فكرة. رائع، وظهرت يعني شوف هي عملت كمون حينما مرضت ورفضت أن يواسيها أحد، ورفضت أن تحمل أحدا همومها، ولما اختفت وطلعت في الوقت ده ورجعت. فأنا بقول أنا لما قرأت المقال وأنا أهديتها قصيدة اسمها الكلاسية. هي فتاة بتفكرنا بالاسبانيات الجميلات اللي بيرقصوا فلامينكو وعلى الكابتنس، فانا اخدتها قصيده اسمها الخلاسيه، وهي كلمتني في التليفون وبكت هذا العصفور المغرب الجميل. نرجو ان هي يعني نيلي لا تفقد الامل وتكلمها وتستعيدها تاني. لا هكلمها بس ترد عليا. انا حتى كان في اعلان بعمله لازم قلت لازم اقول اسمها ما اقدرش. برافو عليك. فكلمتها عشان استاذنها لان ممكن تكون عشان اعلان ما تحبش، فهم قالوا لي لا هي راضيه تقولي اسمها. احنا عايزين نعتمد على الكاريزما اللي بيمتلكها دكتور مدحت العدل. الله يخليك. هو يعرف يستقطب لنا شريهان في حلقه يا نداء. نداء 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 من الدكتوره فاطمه نعوت ومن لمياء فهمي عبد الحميد ومن نيلي ومني يا فنانه شريهان، الناس عايزه تسعد بيكي في لقاء. وكل الفرقه اللي قدامنا وكل سي بي سي نسعد بيكي في اللقاء عشان تقولي للناس كل سنه وانتم طيبين ان شاء الله في العيد كده، عشان تبقى حلقه العيد حلوه كده. ميرسي يا دكتوره، ربنا يخليكي، نورتينا، وميرسي على المكالمه الجميله بتاعتك.